لو الحكاية فيها إن فيجو أخذت الكنيسة أم بفشوي. الكنيسة دي عمرها من القرن الرابع، أدي لها أكتر من 1600 سنة. اترممت في القرن الـ14، يعني اترممت من 600 سنة نظر لهجوم النمل الأبيض عليها. كانت الجوبب دي من الخشب والحيطان المصرية من الخشب. النمل الأبيض هجم الكنيسة طوعة، جاء واحد اسمه الباب بنيامين الثاني البطريرك 82، عمل ترميم وحش كل الأخشاب المتهالكة وخلى الكنيسة بالوضع اللي احنا شايفينه ده. احنا كده واقفين جوار جسد الأنبا شوي، وأنبا شوي جسده من القرن الرابع، ما فسدش، ما تحللش، ما كلوش الدود ربانه بدون تحنيط. وليه؟ لأنه كان شال السيد المسيح وخد وعد منه أنه جسده لن يرى فسادا إلى الأبد. من داخل الصندوق تخرج قوة كبيرة قوي تشفي جميع الأمراض مهما كانت درجتها. لو في حد كمان فيه شياطين مجرد ما يقف في هذا المكان يصرخ، الأرواح الشريرة تطلع منه، داخل كيسة تعبان طالع من كيسة فرحان يشكر ربنا والأنبا بشوي. يكفي أن أقول لكم أن جسد الأنبا بشوي أديله 1600 سنة عندنا ما حصلوش حاجة. ده في حد ذاته إعجاز. لو سألنا أي واحد فيكم جدك رقم 2، لربما يكون جدك الأولاني عام.